هاي هلأ خلص العرس، بس أنا عندي مفاجأة. لسه في عرس تاني اليوم، رح نستقبل جاهة نور باستقبال شايرة، وكمان كنتنا رح تعمل طقوس الحفلة الخاصة بنور. سبحان الله سبحان الله. شايرة طالعة كتير حلوة مو هيك؟ مو قدك. وانت كمان طالع شخصية. تسلمي. حبيبي. نور المجنونة، انت شو عم تعملي هون؟ كنت نعسانة وقلت برتاح شوي، بس في شغلة. انا شفت كتير عرسان بصراحة، بس مثلك انت لسه ما شفت. الغبي صار عريس. سامعتيها؟ يعني اليوم عرسك انت وشايرة ما هيك؟ ولسه ما اجى الليل ليخلص العرس، لهيك روح من هون. يعني صحيح الغرفة مزينة، بس هلأ انت مو مسمح لك تكون هون، لهيك روح بسرعة واتركني بحالي. نور انتي. نور بضربك. ها شو ما عاد في عندك حياة؟ امي انا في عندي حياة، بس اليوم قررت اني بيع واشتري بحقه فستان. خلص صار لازم اضربك قدام الكل يا مجنونة. بدك تضربيني حتى بيوم عرسي؟ كتير منيح انك تذكرتي انه اليوم عرسك. وبقيان بس 3 ساعات لعرسك يا نور الحلوة، على الأقل لازم تروحي على غرفتك وتبلشي تجهزي غراضك يا بنتي. شايرة؟ ايه؟ انتي كمان غيري لبسك وروحي على المطبخ، ماشوكا وديلروبا رح يساعدوكي لتعملي واجبك مع نور. امي بعرف انه عزيمة الكنة لازم تعملي الكنة لحالة، صح؟ وانا صرت كنتك هلأ. انتي كمان يوم عرسك عملتي الشير خارمة لخمسمائة شخص لحالك، وهالخبر وقت انتشر بكل الجرايد والأخبار. لك شبكن ليش هيك عم تطلعوا فيني كلياتكن؟ أنا ما حكيت شي على فكرة، كنتك هي يلي سألتك. وبعزيمة الكنة اليوم كنتك هي اللي رح تطبخ وتعمل هالشي لحالة. يلي عملته الحماية رح تعمله الكنة كمان. شايرة عطيني، أنا بساعدك بالتقطيع، رح أقطع الفواكه المجففة. لا خالتي استني، أنا بعمل كل شي، أنتي بس روحي وجهزي نور لعرسها. هالبنت جنت اليوم وخجلتني خالتي. خلص رح روح، يلا بالإذن. هاي كحلة؟ هاي بتسميها كحلة؟ لك كتير بشعة، حتى القطة اللي عنا بالبيت ما بتحط مثلها. بس يا نور نحنا ما عنا قطة بالبيت. بس هدول التنتين ما بيعرفوا، خربتي الكذبة كلها. عصبتوني، عصبت لأنه ما بحب هالمكياج، ما بتعرفوا تشتغلوا، مو حاسة إني عروس. نور ها. وموديل الشعر، لو إنه عرسي بال47 كان أحسن بكتير من هيك. على فكرة كتير بشع شغلك. ليكي على هالكحلة، ليكي الفوم كتير سميك وغامق على وشي كمان ومسمرني، ما في شي حلو، والكندرة كمان. نور كتير ضيقة على رجلي ومضايقتني. نور ماتت. نور سابا طلعوا شوي، أنا يلي رح جهز هالمجنونة نور لعرسها. أخي يا ريت تتصرف أنت مع هاي النقاقة. تعالوا. كنتي الحلوة؟ ريحة الأروما طالعة لبرا. أمي بتمنى بيت أحمى نور يحبوها مثلكم. نور صارت جاهزة؟ هلأ طلعت سابا وخبيرات التجميل من عندها من الغرفة. ليش بقى؟ انتي لا تقلقي بالمرة. آذان هنيك. أو شعري انت خربت لي الجبنة. استني شوي بس. شو بدي ساوي هلأ؟ ثانية بس. لا هلأ ما في شي ظابط. كيف اضطربت هاي؟ نور المجنونة اسمعيني، ما فيك تكوني هيك، أنا شفقان على أولادك بالمستقبل يا حرام، عن جد بيزعلوا. لك شو هالأملة عندهم؟ ما بتعرف تعمل شي ولا بتعرف تظبط شعراتها، لك حتى مكياج ما بتعرف تحط على وشها. وليش لازم أتعلم؟ أنت هون وبتعمل لي كل شي. تماماً.
أنا هون. इतने बरसों से जारी है ये इश्क नहीं है यारी है इतने बरसों से जारी है ये इश्क नहीं है यारी है तेरी उंगली छूटी तो कैसे मैं घर जाऊंगा अपनी यारी टूटी तो यारा मैं मर जाऊंगा ना तेरी ना मेरी ये बातें यार हमारी है इतने बरसों से जारी है ये इश्क नहीं है أمي عريسك إجا ياخدك لعنده أنا ما بدي روح نور أنت جنيتي لك فايز بيموت إذا بيسمع هيك شي يا مجنون خليه يموت أنا ما بدي أتركك وروح على مكان بتعرف أنت واحد غبي كتير وكمان بتركض وراي مثل الأولاد وبتشد لي شعري كمان ومنضل نتخانق بس أنا ما بدي أترك هالغبي وروح لمكان بعيد رح أشتالك كتير ليك اسمعيني نور وانتي كمان لسانك كتير طويل لقوا فوقه وقحة وبتحكي مثل مجانين وغبية وبتزعجيني كتير بس صدقيني أنا كمان رح اشتاق لك نور أنت لما تروحي من هون أنا مع مين بدي اتخانق تعرفي كتير عالم بيضلوا بنفس البيت لسنين بس كأنهم غريبين أما أنت وأنا رح نكون مع بعض حتى لو كان في مسافة بيننا قول هالشي لحالك يا غبي شايرة رح تصيري ملكة بوبال يلا جازي حالك العالم رح توصل آذان أختار ميرزا رح أجهز فورا ماشي شوفي هاي نور شو لسه عم تجهزي؟ الجاهة وصلت هلأ فايز بيهرب يلا ايه ما نتقله يستناني وانتي لا تتأخري ما بطول ألف مبروك مبروك علينا وعليكم اسمح ليك أنا بعرف أني العريس ولابس البدلة بس الكل بتجعوا معدته طيب خلص رح أخدك ليش بدك تاخدني؟ نحن رجال منروح على الأمر لحالنا نحن مالنا نسوان منحتاج شريك بكل شيء إيه معك حق تفضل راجح
وينك انت؟ المعازيم وصلوا، تعال بسرعة يلا امشي. يلا جاية وراك. يا حراس بسرعة طلعوا كل الضيوف لبرا رجاء. نور يلا يلا بسرعة يلا. خلينا نطلع يلا بسرعة. عمي اتصل بالأطفاء يلا. الله ياخدني إذا عم كذب. هلأ إذا مات آذان مع بنت الخدامة الفرحة رح تكون دبل وأحلى بكتير. وينو فايل؟ وينو فايل؟ فايل! وينو فايل؟ وينو فايل؟ في حدا هون؟ في حدا هون يا عالم؟ على السريع يلا ردوا علي. فايز! فايز! بدي روح لعند بنتي.
الحمد لله انت منيحة يا بنت. الحمد لله الحمد لله. نور عادي عادي الحمد لله على السلامة. عادي حبيبتي عادي. نور نور وينو فايز؟ وينو فايز نور؟ طرحة طرحة نور ضلت بغرفتها. يا الله شو بدي أعمل؟ نور ليكي طرحة عرسك صارت جاهزة. لما تحطي هالطرحة على راسك يا بنتي رح يكون حبي لإلك فيها، ورح تضلك تتذكريني إني بحبك كتير، وإذا ضليت عايشة ولا لا حبي رح يضل مرافقك على طول. هي طرحة العرس تبع نور بنتي، ما فيني أترك سعادتها تحترق قدام عيوني وضلني ساكتة. وين طرحة نور؟ لو سمحت ابني جوا بدي فوت شوفه. لو سمحت اتركني. Hadi! 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 Hadi!